الأقدار تعبت من الأعذار والباقي في الأقدار وحتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار وقت الأعصار. لما بدت تحكي صاحوا صاحوا بهالأشعار والليل الليل مسح بظلمته حتى خبر الأسفار يا بيت ارجع ارجع قلبي غدا محتار وكم علي للنفس كم علي للنفس يشكي ويشكي من التيار حتى السحب والموت عزف على الأوتار حتى السحب والموت عزف على الأوتار والناس شكوى وظلم والناس شكوى وظلم والحياة أسرار الحياة أسرار. وين الأهل راحوا وين وينكم يا أهل الدار الدنيا تدور وتدور وتدور وهذا نجم سيار وقت الحكم والحق الكل خلق أعذار أسكت بسكم ظلم وترفيع بسكم مسك بالثار بلا وكلها أقدار رجعوا رجعوا يا أهل الدار رجعوا رجعوا يا أهل الدار رجعوا رجعوا يا أهل الدار حتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار ليش جابتني هنا؟ ودي تعرف انه مش موجود في البيت. انا اللي طلبت منها انش تجي. انا ما لي كلام معك واذا عندك كلام سالم موجود. انت لو باغنش في سالفة الارض. الارض؟ وانا مو يخصني بالارض. الارض لها اصحاب وهم اقدر من يجاوبك على كل اللي تبغاه. انت اللي تقدر تجاوبيني يا زوينة. انت انا كيف؟ لان الارض ارضش وانت صاحبة الشال. ايه اقوم اسير البيت احسن لي اشوف ابوش بدا يخرب. المسكينة المسكينة مضحوك عليش مضحوك عليش يا زوينة. ولا ما هين علي ولا تعمش وامهم يضحكوا عليش. انت لا تستعجلي اول سمع كلام الوالد ايش يقول وبعدين بوت بغي تسويه سويه. مو اسمع اسمع ابوش اتكلم على ولاد عمي وامهم وتبغيني اجلس. اذا ما تصدقيني سالي حرمة عمش او اخوها سالمين وابوش قبل ما يموت كتب ليش نص الارض والورقة موجودة عن حرمة عمش موجودة هناك ضامتنها وسأليها وتأكد من كلامي. نص الأرض حالي؟ انزين وليش ما يخبروني؟ لا أنا أول شيء بسألهم لكن إذا طلع كلامك كذب يا ثانوي سالم بعرف لك وشغلك. مال هذا اليوم غريبة ايش فيها؟ ما ادري يا ولدي علمي علمك احيدة طالعة بخير وعافية من البيت ترى تزور اللي شموس. اكيد شمسة مزعلتنا اكيد. لا 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 يا ولدي هذه بكيها ما مال زعل. اقوم اسير اشوفها. يا ربي كنعاني مظنونتي. المسألة أنا عرفتها. حمود مزعلنش ما كذاك؟ ولا يهمش بقبضه من ذنينه وخليه يجي راضيش ولا يهمش أنا سالم ولا يهمش أنت.
الله يهديش يا زويل اللحمود. انا هاي الشيطان مزعل النشك وادي راح بعيد لعمل. يا بنتي انتي وحمود مستدين ومستويين، بعدين حمود اللي خط طيبش. سبب كلها منكم انتو، الله يسامحكم. الله يسامحنا؟ لا 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 لا، الظاهر ان المسألة كبيرة واحنا ما عارفين. يا بنتي الله يهديش، تو مو فايدة البكي تو خبرين انتي على مش تطيحي، حيرتيني بياش. ان كان علي انا يا بنتي، انا محطة النشواق راسي ودخ عيوني والكل يعلم. حطيني في عيونكم عشان ما اتكلم ولا اقول شيء. زوينة وضح كلامك لا تخليني اغلط عليك تراني. من زمان مغمضين عيوني على ورث ابوي وعلى الارض. مغمضين عينك على ورث ابوك وعلى الارض؟ تهمود الكلام يا زوين الله يهديك. يا بنتي ما حد مغمض عينه على ورثش، ورثش محفوظ بالحفظ والصون، محفوظ من ايام تعب عمش ناصر ومن بعده سالم ولد عمش على مشك ذاك. يا زوين الله يهديك. افا بنت العم افا، ما ظنيت انك تفكر بهالسوء فينا. لا عرفنا لا المال ولا الحلال، احنا عارفين المال والحلال حالنا، حالنا كنا الارض، حالنا كنا حال احفاد سالم يا بنت الناس. زين وانا ما بنت سعيد بن سالم؟ يا بنتي يا بنتي، لانش بنت سعيد بن سالم ما مفروض انش تفكري. وبعدين الارض ما تتقسم بالكلام، على مش انتي عاقله وفاهمه الله يهديش. وبعدين لولا الارض هذه يا بنتي كان احنا ما اجتمعنا وقينا على يدين واحده. وبعدين خبريني خبريني، الاموال والورث هذا حال من بيروح بحال اولادكم؟ اقصد اولادك انتي وحمود. بس انا ابغى اعرف من هذا اللي باغي يفرق بيننا؟ من هو خبرني؟ من هو غير ابوي يسمى الثاناي؟ من هو خبرني؟ الرجال ما قال غير الحق. يعني ثانون كيف شفتي وهل شفتي؟ يعني انت ما صرت عند سلومه سايره عند هذاك البيت اللعينه؟ قولي سال عنده. الله لا بارك فيك يا ثانوي، كما فحرقتنا قلوبنا من زمان وقاعد تفرق بيننا تو يا ثانوي. الله لا بارك فيك. سالم يا سالم يا ولدي رجع. بس جاي اعرفك ان في رجال ايه لحم البيت واهل البيت على السيب. ناوي شيل على راس؟ ناوي تفرقهم؟ ها ما ناوي تفرقهم؟ سويد العقل سويد العقل سويد سويد العقل سويد العقل سويد. اذا كان ما حد انا اقفل لك، انا ما اقفل لك. وقع مكانك، ما تستحي ترفع ايدك على واحد في مقام ابوك. تسمعني؟ وصفة كل واحد شبه هذا الشيطان بابوي. اسمع اسمعني زين، من اليوم مالك حق ترفع ايدك علي او على اي انسان في هذه الحاره، لان البلاد فيها والي وليها، فهم؟ اكيد تقول هالكلام لانك مثله. اسمع ثانوي، لو عرفت انك تعرضت لواحد من اهلي والله إني أخلي نهارك لعن. ما تقدر، لإني أنا اللي أوقف ضدك. أنت اللي خنت أهلي وأنت اللي خنت اسم أبوك لأنك اشتغلت مع هذا، وما يدري الواحد منها إنك بتكون السكين اللي تعنى بيها أنت. والله ما حد يتعنى إلا أنت بعنادك وفشلك. أنا العنيد والفاشل؟ أنا هذا جزاي؟ لكن ما عليك، أنا كنت أحافظ على حلالك، هذا جزاهي. لكن ما عليك، بتشوف اللي يسوي هذا، بتشوف. ما أبغى أشوف شيء، تفضل سير. ما عليك، بتذكر كلامي وبتندم.
يلا ثاني يلا لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا مو سوى فيك وضلوعي هاي وقعك هنا وهنا يلا 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 لا إله إلا الله قتلك. يلا تعال أبو يستريح. الله يا آفة. تعال جلس آفة شار جلس. يلا 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 معه تضحك عايب منك مو سوى أخوك عايب منك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يلا وضلوعي هنا وقعك هنا وهنا وهنا أقول كسر علي الميمتو وكسر علي الغراش خسرنا الله يخسره. أقول عمي ثاني أبوي أحسن أوديك البيت عشان تقتاح هناك أحسن لك. يلا يلا سير بيت سود أبوي تقفل الدكان وهات المفاتيح البيت. الله مقلت يقفل الدكان. ما يقفل الدكان ما يقفل الدكان. هاو تقفل الدكان تبغى تخسرني. خلا انزل قوم قوم قوم. لا إله إلا الله شيل عصاك شيل عصاك. يلا 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 لا إله إلا الله يلا علي هنا يوقعك هنا وهنا يلا يلا ما شقت لمساكين. حسبي الله عليك مساكين. عقب هذا الانسان حيطلع مساكين هذا خسرني من الميم ولا لا ابوي دخلني عفست الدكان يا ابوي خل اوديك البيت. وبقيوا يا بنتي عاد يشتغلوا في الارض لانها كانت كل حياتهم وما فكر واحد منهم انه يعزل نفسه عن الثاني ولا انه يقسم الورث بينهم لان يا بنتي كان يجمعهم قلب واحد وحب كبير اللي هو حب الأرض. ولما الله سبحانه وتعالى اختار أبوش ظل عم شحات صاين الأرض وحافظ الأمانة بالقبض. واتذكر كان دائما يوصيني على الأرض. أذكر في يوم الأيام قبل ما يسافر جاي يقول لي الله الله في الأمانة يا عز الله الله في الأمانة يا عز هذا مال يتيم ولازم تحافظي عليه. نعم لازم تحافظي عليه مثل ما تحافظي على أولادك وأكثر. يلا يا ناصر يلا تقول لي هذا الكلام كأنك باغي تسير وما ترد مو قد الحلال أتوش اللي في وادي. يا عز أنا مسافر والوصية واجب وما أعرف نفسي برجع ولا ما أرجع هذا شبيد الله سبحانه وتعالى. لكن إذا الله قدر وإني ما رجعت ما وصيش إلا بالأمان. الله الله فيك واعطوا لبنية حقها. وتذكر يا عزم زوينة الحمود وحمود لزوينة ما وصيش زوينة الحمود وحمود لزوينة يا عزم زوينة الحمود وحمود لزوينة يا عزم. عمت ليش ما خبرتوني من الأول؟ هذا سوان سجين هذا سوان سالم تعال لنا. أنت تفكر أنها شطارة أنك تضرب واحد أكبر منك وتكسر له سامانة؟ لو وش تكابر؟ عاد الوالدة وحدها في محلة وتبغى تزيد أنت؟ انبونها الرهوة على المربوطة عقب ثانوي بيسوى فيهم ولا في غيرهم ما حد قال له شيء والحين عاد اليوم سالم جاي يوقف عند حده كلكم سويتوا ضده. ايه بس يا محبوب اللي سواه سالم غلط والانسان ما يصلح الغلط بالغلط ولا الشر يمحي الشر. خبره يسوي عمره عنتر. ايه لكن ثانوي بعده غلطان. افمو غلطان في انه يخبر البنت عن حقها وهو مو خصه. هذه الاشياء بين الاهل مو خصه ويتدخل بيننا. أبوي تراها واضحة تراها واضحة. هذا هو اليوم ما قد عليك أنت قام هين بجي أجي من صواب زوينة. اسمع هذاك حمود أصغر منك وأقل منك نعم وماشي يوم من الأيام رفع يدينه على حد. فرق بين السماء والأرض وسالم يوم من تهجم على تانوي ولو إني ما أوافقه على اللي سواه لكنه كان ساير يدافع عن حقه والإنسان اللي ما يدافع عن حقه كافر. اسمعني ولد أنت إذا كنت تعتبرني خالك وتحترمني أتسير باكر الصباح عند الرجال وتستسمح منه وتحب له راسه. أنا أستسمح منه وأحب له راسه بعد؟ من يقول هالكلام؟ أنت خالي تقول هالكلام؟ أها وتسير ما حيدك كذاك. لا 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 يا سالمين لا هذا ما كلام. اسمعني المهم أنت تسير له باكر وطريقتك تخليه سامع وخلاص. لا 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 لا, لا, لا. أنا ما أقدر أسير بأي وجه قابله. قول لي وليش تصير له تتنزل لي واحد ما يسوى. اسمع أنت هذا نوبة نبي نكحلها يقوم يعميها. اسمعني يا ولد أتصير معاي وتو ورجلي على رجلك. يلا والله أني ما أسير وخلي يحشرها.
سمعتوا نبذ؟ اسميك 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 ما من لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعير الله لا يبارك فيك يا سالم. عمي ثاني هذاك ترى شيء وفات ونساه وتوعدنا احنا عندنا واصلين عند البيت. يا ولدي احسنت يدك انا احسنت. ما يسوى عمي كيف ادخلك داخل ولا احسك مكمل واطمئن عليك اول ما يستوي. لا ما يحتاج يا ولدي ما يحتاج. تو انت ضلوعك ما توقعك؟ يا الله هي ماشي ضلوعه متكسره مساكين. ما يحتاج يا ولدي انا اقدر ادخلت وما في شيء بس اقول عمي ادخل داخل واطلعها بكمل يعني الهواء عن الهواء. يلا يلا موقف النجنه موقف النجنه ها تري غيب داخل دحر عينك كذاك. الله يجازيك يا ولدي انت ابو الدكان. سير سير اشد دكاني اي في الله تو انت بخير وعافيه خير. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سالوم يا سالوم حسبي الله عليك يا البعير حسبي الله عليك. اضمعني والله. حمود حمود تعال انتهين انا صار لي مده ما شايفت انك. مو اسوي فتنه مو اسوي كله من ابوش ما معطيني فرصه اشوف ايش البر. لكن اليوم اخوي ضربه الى ساحه روحه. اي نعم وقال لي خليه وديني البيت. جيت وصلت البيت ما علشان اوصله علشان اشوف ايش انتي فتونتي. اي نعم والله تو انت صحيح مشتاقني؟ انا ما مشتاقنش يا الله اني مشتاقنش ومشتاقنش. وكان متصدقيني تعالي اسمعي قلبي مو يقوله اسمعي ها فتنه فتونتي. نعم كذا اكي يصيح كذا اكي يقول. تعرف انا اللي البرماغ فيه ما تغفيه. كله افكر فيك وما اشوفك. لكن تو انت صحيح تحبني واتقس علي. انا اقس عليش؟ انا احبش واحب ابوش فوقش. وكان ما تصدقيني تعال قوليش. شايف هذاك الحمار المربوط هناك؟ هو هذاك اللي يشهد على كلامي وعلى حب الصادق. هي نعم والله هي انا حبش. وين غبتي فدنه؟ وين غبتي فدنه؟ سير على يشوفك. سير ابوش ده حق متى اشوفش؟ ما اعرف. سير تعال يجي يشوفك. يلا مع السلامه. مع السلامه. ما لا ما تعتقد اني تسرعت؟ كان لازم أحكم عقلي لكن مو كان ممكن أسويه غير اللي سويته. هذيك الساعة ما كنت سالم. حسيت نفسي مكان ناصر أبوي. كان لما يغضب مثل الموج العالي جبينة في السماء ورجولة مرزوزة في الأرض. أكيد ضحك عليك ذاك؟ لا يا صديقي ما أضحك عليك أضحك على ثانوي. أتخيله وأنت تضربه وأتخيله هو يشوف نهايته. عقلي كان في يدي شليته وشليت خوفي معاه. خوفي انقبض لما شاف ثانوي. خوفي صار قوة. بالرغم من أنك كنت تدافع عن حقك لكني كنت خايف. خايف أنه يكون الوقت ما وقتك. قلت ناصر بيرجع بغير وقته. عندك أمل إنه بيرجع؟ هي نعم اليوم بس عرفت إنه بيرجع. ما بنعادته هالوليد يتأخر عن البيت. بس إيش اللي صار له؟ عن يكون لا ما ظل سالم يسويها. عقب هين ما يصير بس ما إنه وقت صيد وبقول صار يصيد. هاي يا سالم أنت بديت تتأخر وحمودي قلبيت على كيفه. وزوين
زوينه باخذه على خاطرها وزعلانه. ايش اللي صار في هذا البيت؟ ايش اللي حل علينا يا رب؟ احس ان الطوفان جاي جاي. الطوفان جاي. عز نامي يا عز، نامي يا عز، ترى الطوفان جاي. الطوفان جاي يا عز. اليوم الكبير بيوصل يا عز، ولما يوصل تراني بوصل معه. عز خليهم يحتاجوا لي، عز خليهم يحتاجوا لي. نامي يا عز، نامي يا عز، نامي يا عز، نامي. مساء الخير. صباح الخير وصباح الورد والياسمين والكيده والعمر. يا الله فتنا يوم اشوفش كنك ذا. ابغى بالعيش، ابغى بالعيش. نعم ما حرام عليك تبلعني؟ لا ما حرام، حرام حالمو. اقول هذا الشوق مسوي فيك ذاك الشوق. اقول ابوش نابوش الا ساير الدكان. يا الله النابوش هذا خاطف ويكنز، خاطف ويكنز. اخاف لما اسير اخطبش منه ما يوافق. ليش ما يوافق؟ أنا أحبك وأنت تحبني. وأبوش يحب الغوازي، مو الفايدة. أخاف لما أصير عنده وأخطبش منه يقول إن هذا متطمع في غوازي. لكن اسمع، بقول اسمع يا عمي ثاني. أنا في الحقيقة غوازيك ما أبغى هنا، غوازيك خليه في جيبك. أنا أبغى فتونتي وبس. ومن قال لك إن الغوازي غوازي؟ عقب الغوازي غوازي من؟ غوازي وغوازيش؟ ترى الغوازي غوازي أبوش، مالك ساكن أنتي؟ غوازي ورث أمي؟ أتقوم بعد تمازحني؟ تقوم تمازحني؟ ها تو ما وقت مزاح. أنا ما قلت أتمازح بيولك. ها لكن أنا يوم أتزوج إيه؟ أشيلهن عنه. إيه يوم تتزوجي تشيليهن عنه. فتنة. ها أتبغي الحقيقة تراني. أنا ما طماع، أنا ما أبغى غوازيش، أنا أبغى شنتيك وبس. هي نعم كم صدقينك وسألي قلبي. تو أنت صحيح تحبني وتبغاني؟ يلا فتنة. أنا ما أحبش، أنا أحبش وأحبش وأحبش. سمع مني يا أحب الأرض اللي تمشي عليها. لا والله. نعم. وأحب الدعن بدك عليه. أه. وأحب البساط اللي تنامي عليه. فتنة. ها؟ ما سمعت صوت؟ هين صوت ما سمعوني. أنا يوم أقف قدامش أنتي ما أسمع لصوت فتنة بس. أنا ما جالسة أتمازح، جالسة أقول لك كأني سمعت حد يتلصص علينا. عقب أقوم أشتغل عنش؟ مال؟ Thank you.
سلام معك. كيف وصلت للبيت؟ هي صرت؟ خليني شوي ارتاح. ارتاح ارتاح عن ضلوعك في الارض. كيف ما وصلت البيت؟ هناك شفت فتنة هناك. هي والله شفت. وليش ما عطيتها سامان؟ ليش؟ شفت هناك حمود حوت. حمود ايه يمكن مساكين صار يسأل عني وما حصلني. ايه سمعتك تقول كلام. يا الله سمعتك تقول كلام كالسنطور اللي في اللي اللي في قهوة سالمين مرة هناك. نعم مقل؟ ابوك يا سوين لو طلع هذا الكلام ما صحيح بتغيب مني. كيف ما صحيح وانا سمعتها بعيوني. يقول احب التراب اللي تاكلينه. اي والله احب الدفع اللي تنامي عليه. واحب الابساط اللي تلبسينه. كيف ما احب ذاك اللعين يا حمود. اي والله ما عليك. ما أكون أنا ثاني إذا ما رويتك الشرنشاح يا حمود. وانت يا دجل اقسم شافك هو ولا ما شافك؟ جميل. أنا من سمعته يقول يا الله من سمعته يقول أحب الحصير السحيبة. شليت أركيض وقيت أخبرك. نعم أخبرك عشان تفرح وزيد روزيدي نوبي روزيدي. قلب وجهك. بارك الله فيك ولا في الخبر اللي جاي منه. حلمو أزيد روزيتك بعد أزيد روزيتك كما نقصها. ادهق. إيه مو جاي إنك مو فيك مو حلبك. إيه غايب. إيه دكتور